إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان هو الشهر التاسع من شهور السنة، قد فرض الله صيامه على هذه الأمة كما فرض الصيام على الأمم السابقة، ولكن صيام الأمم السابقة يختلف عن صيام هذه الأمة، فالصوم فريضة على العباد وإن اختلف وقته وكيفيته، وكله تشريع من الله سبحانه وتعالى في كل وقت بحسبه. فهذا الشهر شهر عظيم، ذكر الله من أعظم مزاياه أنه أنزل فيه القرآن، ابتدأ إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، وهذا تشريف لهذا الشهر إن الله خصه بابتداء إنزال القرآن فيه، وكذلك خصه بأن فرض صيامه: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وكذلك خصه بأن فيه ليلة واحدة خير من ألف الشهر، وهي ليلة القدر، وهي في هذا الشهر. كذلك خصه بقيام لياليه، ويحصل قيام لياليه مع الإمام في المساجد، ذلك بصلاة التراويح، فهي سنة وشعيرة من شعائر الإسلام، ولذلك تقام في المساجد. وأما بقية النوافل فتقام في البيوت، وهذا أفضل أنها تقام في البيوت. أما صلاة التراويح، صلاة التهجد في آخر الشهر، فإنها تكون في المساجد جماعة خلف إمام واحد في كل مسجد، إظهارا لعظمة هذه الليالي وهذا الشهر العظيم. إذن هذا الشهر كله طاعات، نهاره صيام وليله قيام، وما يتخلل ذلك من تلاوة القرآن وذكر الله عز وجل. ولهذا ورد في الحديث أنه شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، فاجتمعت فيه هذه الفضائل: الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وذلك بحسب أحوال العباد. فمن كان منهم مستقيما على طاعة الله ومداوما على قيام الليل في طول السنة ويكثر من الصيام في سائر السنة، فهذا يزيده رمضان خيرا إلى خيره الذي عنده، وهذا من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فهو يزيد المحسنين إحسانا وخيرا، ومغفرة
لمن كان عنده ذنوب لكنها دون الشرك، سيئات دون الشرك. فإذا حل هذا الشهر على هذا المسلم الذي عنده ذنوب استغفر الله وتاب إلى الله غفر الله له ذلك، وآخره عتق من النار، وذلك لمن استوجب دخول النار من أهل الكبائر التي دون الشرك وهي الموبقات المهلكات. فإذا تاب إلى الله وانتبه لنفسه في هذا الشهر اعتقه الله من النار. فهو شهر تجتمع فيه هذه الفضائل التي لا تجتمع في غيره، ويحصل فيها الانتباه. نعم، عفو الله ومغفرته توبته دائمة في كل السنة، لكن هذا الشهر يحرك العبد ويوقظه للتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل والإكثار من الطاعات. فهو يمتاز على غيره من الشهور، وذلك لأن هذا الشهر كما جاء في الحديث تفتح فيه أبواب الجنان، تغلق فيه أبواب النيران، ويصفد الله فيه الشيطان. إذن المسلم تتاح له الفرصة أكثر من غير هذا الشهر، أتيحت له الفرصة، فتحت له الجنة، أغلقت عنه النار، صفد عنه عدوه الذي كان يعتدي عليه طول السنة، سنحت له الفرصة في هذا الشهر خاصة. فهو شهر عظيم في حياة المسلم، ومنة من الله على هذه الأمة، والذي يوفقه الله في إدراك هذا الشهر ويستكمله في طاعة الله يحصل على هذه الفضائل العظيمة من الله سبحانه وتعالى. فهذا مما فضل فيه هذا الشهر على غيره من الشهور، وذلك لمن عرف قدره وتنبه له. أما البهيمة، الإنسان البهيمة السادر مع شهواته وغفلاته، فلا تنفعه هذه المواسم. فمثلا الثوب الذي عليه نجاسة إذا غسلته زالت طهر، كذلك النجاسة على البدن إذا غسلتها زالت، ولكن النجاسة العينية هذه لا يمكن غسلها ولا زوالها، ولو غسلت بالبحار ما زالت. وهذا مثل الشقي والعياذ بالله الذي لا ينتبه لنفسه، فهو مثل الكلب والخنزير لو تغسله بالبحار ما طهر، لأن نجاسته مداخلة له ونجاسة عينية، نسأل الله العافية، طبع على قلبه فكان من الغافلين، فكان من أضل الخلق حتى من البهائم. أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا، لأن الأنعام ليس عليها تكليف ولا أمرت ولا نهيت عن شيء، وإنما تعيش لمصالح الناس. وأما هذا فله سمع وله بصر وله عقل وله تفكير، ولكنه لم ينتفع بهذه الحواس العظيمة، فهذا أضل من البهيمة، لأن البهيمة لا حساب عليها، وهذا عليه حساب ووعيد، فهذا لا حيلة فيه. هذا لو جاء رمضان عليه ما تنبه ولا تطهر ولا تغير، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن هذا لا يكون في المسلمين والحمد لله. المسلم مهما كان عنده من تقصير وعنده من غفلة، لكنه ينتبه ويتوب ويستغفر فيرجع إلى الله عز وجل فيتقبله الله. وأما هذا فليس من المسلمين حتى وليس من البهائم، هذا أحط من البهائم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نسأل الله العافية والسلامة،
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.